يوسف هنداوي ده موضوع كبير قوي. يعني المسلسل ده احنا بقالنا كان حوالي 4 سنين او 5 سنين بنحضر فيه. كان الاستاذ محمود شميس في الاول خالص، وكان معانا صاحب القصه عادل توفيق، كان هو الاول كان هيكتب المسلسل، وبعد كده راح للدكتور حسين مصطفى محرم. وكان في ابطال كتير قوي بقى، كان في نضال الشافعي، وكان في ناس كتير قوي في المسلسل قعدنا اشتغلنا عليه فتره طويله، وتحديدا انا وطارق صبري قعدنا اشتغلنا عليه كتير قوي مع الاستاذ محمود شميس، وفي الاخر خالص طلع للنور يعني. فهو في الاول خالص استاذ محمود شميس واستاذ طارق صيام هما كانوا الاختيار الاول عليا يعني في حاجه زي كده. والله اللي انا فاكره يعني اللي انا فاكره من 4 سنين ان القصه ما كانش فيها يوسف اساسا. يعني كان بيت سلاف مكتوب ما كانش فيه مهندس الديكور. فكنا احنا قاعدين وكان في شخصيات كتيره، وكان استاذ محمود شميس بيقترح يعني، فانا ساعتها قلت انا نفسي اعمل دور مهندس ديكور. يعني هو الموضوع جه من هنا. كنا ساعتها خارجين من مسلسل اعتقد عملت ولي العهد، لا كان امراض نساء او حاجه زي كده. وبعد كده كنت انا نفسي اعمل في ادوار كده انت بيبقى نفسك تعملها، فكان نفسي اعمل مهندس الديكور، وضفنا مهندس الديكور جوه القصه في بدايه الكتابه خالص. انا عن نفسي بحب الكوميديا، يعني انا بحب الكوميديا، وبحس ان الكوميديا ان انت تبقى سبب كده انك زي ما بيقولوا احنا شعب دمه خفيف، ولو انت هي شعرايه بين انك تستخف وبين انك تكون دمك خفيف بجد، يعني الناس تحبك بجد، فدي بتاعت ربنا طبعا. فانا بحب المنطقه دي من زمان وانا صغير. كلنا يعني كنا بنشوف، انا مش بقارن بس عشان الناس ما تتكلمش انا بقارن، لا بالعكس انا بتكلم. زمان كان في شخصيات كتيره جدا احنا بنحبها جدا، هي شر بس في نفس الوقت هي كوميديا، اللي هي زي الاستاذ الكبير عادل ادهم واستاذ محمود المليجي وتوفيق، ناس كتير جدا. فالخط ده انا كنت بحبه وكلنا كنا بنحبه، يعني صعب انك تكرهه بس في نفس الوقت هو شر جدا. يمكن حتى كل الادوار اللي عملتها كان معظمها فيها اللاين ده. جيت في يوسف حبيت اغير، ما حبيتش ان انا اعمل شر بس اعمل اللي هو الولد الخفيف المهندس الديكور اللطيف اللي بيحب الحياه وبيحب يستمتع بالحياه. مش بقول ان هو صح لان هو طبعا تاني النهارده حلقه 30 ولغايه النهارده عمل مصايب كتير يعني او اتشقى كتير قوي، بس اكيد هياخد يعني هياخد فوق دماغه ده اكيد يعني. بس في الاخر خالص هو لطيف وخفيف وبيحب اخواته وبيحب الحياه وبيحب ان هو يكون متواجد ويساعد الناس، فده موجود منه كتير يعني. الشخص اللي زي يوسف موجود منه كتير يعني. بص انا شايف ما دام الكواليس حلوه فما اعتقدش ان يبقى فيه صعوبات. يعني الكاتب دكتور حسين راجل محترم جدا، الاستاذ محمد عبد الخالق المخرج، الاستاذ محمود شميس، الاستاذ طارق صيام المنتجين، كل الناس اللي كان معايا في المسلسل يعني بدون ترتيب اسامي، منى فضالي وعبير صبري والاستاذه الكبيره بهوسي وحازم سمير واحمد صلاح حسني وطارق صبري وجهان خليل، يعني كل الناس اللي كانوا موجودين. الكواليس بتاعتنا كانت كلها حلوه يعني، كنا بنقعد ناكل مع بعض ونهرج ونضحك وبتاع، فما بتلاقيش صعوبه يعني. انت بتحس انت داخل فاكك. الصعوبه بتيجي لما بتكون انت بتعمل حاجه في اجواء مش لطيفه في اي شغلانه في الدنيا. فاما الاجواء بتكون حلوه فالحمد لله كله بيعدي. بيبقى الصعوبه بس في ايه؟ في انك تركيزك في المشهد اللي انت بتعمله تبقى عايز تجسده بشكل محدد. وبقول لك لما الاجواء بتكون حلوه فده بيساعدك انك تقدر تدخل وانت ريلاكس يعني. ما بلناش دعوه احنا بعصام، خلينا في جو. يعني لا بص يعني هتفضحنا كده على الهوا واحنا لايف، اقول لك الجو ايه؟ ما الناس فهمت خلاص. مش محتاج ان انا اقول حاجه كده خلاص. لا بص هو جو يعني اكيد، بص يعني هي الفكره ان انت بتقدم اي شخصيه من وجهه نظرك انت، من وجهه نظر احمد عصام انا قدمت جو، ممكن لو حد تاني يقدم جو هيقدمه من وجهه نظره بطريقه تانية. فاكيد هو في شبه مني في حاجات كتير يعني، انا متهيألي يعني طريقه لبسي شويه قريبه ليوسف، هزاري مع الناس اللي حواليا بقى نفس الموضوع، وقت الشغل ووقت الجد هو بتاع شغلي. فلا يعني يشبه لي في حاجات كتير يعني، ما عدا موضوع لا يعني هو يشبه لي في حاجات كتير صراحه، يشبه لي في حاجات كتير. الحمد لله في ناس كتير كلمتني، بس انا فاكر العظيمه اللي انا بموت فيها بوسي طبعا، كلمتني مكالمه بعد ما ذعنا وقالت لي عشان كلمه فراوله، انا كنت بدلعها بقول لها فراوله، هي اسمها فريده هانم، وانا في النص كده رحت مدلعها قلت فراوله، يعني هي جت معايا كده ان انا قلت كلمه فراوله. فكلمتني قالت لي بنتها الجميله ساره على طول بتناديها فراوله، واختها الفنانه العظيمه نوره كلمتها من بره مصر قالت لها برضه نفس الموضوع، قالت لها انا بحب الولد ده جدا. يعني بص في مكالمات كده ما مش محتاجه ان انت تراجع وراها زي ما بيقولوا، بتبقى من القلب كده. فدي يعني اكتر مكالمه انا كنت فاكرها، بس جالي طبعا مكالمات كتير الحمد لله كويسه. وبص انت بتحاول تعمل حاجه تبسط بيها الناس، ففي الاخر خالص لو الناس اتبسطت دي حاجه بتبسطك، لو الناس اتضايقت انت بتتضايق لزعلهم ان هو كان نفسك تعمل حاجه احسن من كده. ففي الحالتين السلبي او الايجابي انا ببقى يهمني اعرف راي الناس يعني.
اصل كلهم حبايبي فانت هتختار اربعه بس. يعني بص لو انت عايز تختار اربعه بس طبعا لازم يعني لازم الاستاذه الكبيره بوسي طبعا بشكرها ان هي كانت موجوده معانا وهي شرف لينا واحنا كلنا بنعشقها، فهي وجودها كان اضافه كبيره جدا للمسلسل. ربنا يخليك لينا كده وتفضلي على طول مبدعه، واكيد كل الناس شافتها وشافت دورها ان هي بجد ابدعت في المسلسل. وانا كنت حاسس ان مش عايز اقول امي، لا بجد هي قمر كده وجميله وليدي فانا بحب بوسي جدا وبقول لها من هنا يعني اي لاف يو. في مين تاني؟ كلهم صحابي اصلا، يعني هدخل منا بقى طبعا، منا كان بينا كواليس غير طبيعيه طبعا، منا احنا كلنا كنا بنتجمع في اوضه منا مبدئيا، فمنا يعني هي كانت اهم حد في اللوكيشن، هي موجوده في اللوكيشن كله بيتلم عند منا، فمنا الايقونه بتاعت المسلسل. طارق صبري اخويا وعشره كبيره واحنا مع بعض بنعمل شكل، فبرضه ده بيخليك تحس ان انت كده معاك ناس قريبه منك في المسلسل، فده بيطمنك. كل الناس يعني بص انا مش عايز انسى حد، بس كل الناس بصراحه انا كنت مبسوط في المسلسل جدا من الكواليس بتاعته. استاذ محمد عبد الخالق طبعا اول اخراج ليه هو لوحده، فاجتهد وعمل المسلسل وتعب جدا في المسلسل. المسلسل كان ظروفه صعبه، احنا صورناه في فتره كبيره جدا وكان فيه تفاصيل كتيره وحاجات بتشال وحاجات بتتحط، فان دي تبقى اول تجربه ليه، فبجد هو تعب جدا في المسلسل. استاذ حسين طبعا يعني الكاتب ده ما فيش غبار عليه، الراجل كاتب حاجات عظيمه كتير. واستاذ محمود شميس بقى واستاذ طارق سيام انا معاهم من اول ادم، يعني نتكلم في ادم وبعد كده الشك وبعد كده امراض نساء، يعني انا معاهم بقالي فتره طويله وليا الشرف ان انا معاهم. يعني بص هو بدايه المسلسل لما كان عادل توفيق كاتب القصه كان هي اسمها بيت السلام، وبعد كده استاذ حسين لما خد القصه وكتبها وبدا يطور فيها وبدا يعمل خطوط تانية وبدا يكبرها وقعد فتره يكتب، فلقى فيه قصص حب كتيره جدا زي كده الحاجات اللي هي التركي العشق الممنوع والحاجات دي، فكان ممكن يبقى اسمه الحب الحرام، بس بعد كده استقروا ان هو يرجع اسمه البيت السلام. بس هو ينفع الاثنين لان في قصص حب كتير في المسلسل مش في الطريق الصحيح، وطبعا على راسهم الاستاذ يوسف كان يعني عايش حياته بالطول بالعرض، وينفع ان بيت السلايف. والناس كتير انا بقرا كتير الناس بتسال هو ليه السلايف؟ لا في سلايف، في منا وعبير طبعا بينهم مصايب سوداء، في بوسي وعبير منير بينهم مصايب سوداء، لا في سلايف كتير في المسلسل. يعني هو طول الوقت انت لما بتختار اسم بتحاول تختار اسم كاتشي، يعني بتحاول تختار اسم الناس تسمعه فتبدا تبص تقول انا عايز اتفرج. مش عارف بص ما اقدرش اقول لك في جزء ولا ما فيش جزء، بس يعني اكيد لو الناس وصلت رد فعلها للمنتج وللقناه ان هم عايزين جزء تاني، انت بتعمل الكلام ده للناس، فالناس هي اللي بتديك باور وتديك بوش ان انت تعمل حاجه تاني وتالت. زي مثلا بيت الكبير، بيت الكبير كان جزء اول من كتر نجاحه دلوقتي بيعمل تاني وبيعمل تالت، فاعتقد لو الناس عاجبها قوي ووصل ده للمنتج او للقناه اكيد ممكن نعمل جزء تاني طبعا. بجد انا بقول الكلام ده من قلبي، احنا بنعمل اي حاجه بنعملها ليكم، يعني في اي حاجه في اي مجال في الدنيا لو مفيش ناس تشجعك وتضيف لك عمرك ما هتعرف تكمل. وانا برضو عايز اعلق اقول على حاجه مهمه جدا، انا كل يوم لما بروح بالليل بدخل اشوف الكومنتس اللي مكتوبه على اليوتيوب في الحلقات وعلى الفيسبوك عندكم، بشوف الناس وبحاول ان انا افهم الناس عايزه ايه. يعني في ناس طبعا بتدخل بتشكر وفي ناس بتدخل بتنقد، فانا بشوف الاثنين، بس في ناس ثالثه بتدخل انا ما ببقاش فاهم صراحه، يعني مش ببقى فاهم هم زعلانين من ايه. يعني لو احنا عملنا حاجه ما عجبتهمش فاكيد في تاثير مننا، بس اكيد مش قصدنا نقصر، يعني احنا اكيد كممثلين اكيد بنتعب، يعني اكيد ما بننامش واكيد بنشتغل على نفسينا واكيد بنجتهد، وشغلانه التمثيل دي شغلانه صعبه جدا. يعني لو الناس كتير جدا فاكره ان الشغلانه دي سهله، لا الشغلانه دي بجد صعبه. انا بشتغل حاجه تانية واكيد كلكم عارفين اني بشتغل حاجه تانية، بس بجد شغلانه التمثيل دي شغلانه صعبه قوي، مش شغلانه سهله زي ما الناس متخيله ان انت بتعمل حاجه وخلاص، لا انت بتعمل حاجه وبجد بتبقى مستني رد الفعل من الناس تكون مبسوطه، لان انت بتعمل حاجه للناس مش لنفسك. يعني مسلسل بيت الكبير طبعا عشان عمل نجاح قوي جدا في الجزء الاولاني، واستاذ محمد النقلي طبعا يعني بص في ناس في حياتي لو قعدت اتكلمت عليهم هتكلم عليهم كتير قوي، منهم طبعا الاستاذ الكبير استاذ محمد النقلي، لان ده حبيبي وانا بحبه جدا وبعزه جدا واشتغلت معاه في حاجات كتيره جدا، وهو دمه خفيف فما بنيجي نعمل اي حاجه فيها كوميدي هو بيضيف معايا في الموضوع. ويعني اكتر حاجه الشك مثلا لما كنت عامل مجاهد والجميله هيئه وريم البارودي، يعني انا بعز جدا استاذ محمد النقلي، فهو كلمني وقال لي ان احنا بنعمل جزء تاني وعايزينك في دور في المسلسل، وفي ناس انت ما تقدرش تتكلم معاهم، يعني الكاتب احمد صبحي كنا عملت معاه السبع بنات قبل كده، استاذ ممدوح شاهين عملت معاه السبع بنات، استاذ محمد النقلي بقول لك عملت معاه حاجات كتير، ففي ناس ما ينفعش تراجعها،
هو حتى الجزء الثاني ده انا مش عامل دور كبير، عامل حاجه زي ضيف شرف كده لان لسه في جزء ثالث كمان. فهو قال لي هنعمل بس حاجه صغيره في الجزء الثاني نبني عليها الجزء الثالث. ما ترددتش يعني، بص انا ما بفرقش معايا حجم الدور ولا اقول لك اقيس بالشبر ولا كم مشهد، بالعكس انت تعمل حاجه تعلم مع الناس وتكون انت راضي عنها، دي اهم حاجه في الموضوع. فاحنا بنصور وقت الجزء الثاني وباذن الله يبقى في جزء ثالث باذن الله. بص يعني اصل انا ومنا اصحاب جدا من زمان، انا وطارق اصحاب جدا من زمان، معظم الناس صحاب، فمين هيعمل في بعض مقلب؟ خلاص احنا قافشين بعض، فما صعب حد يعمل في حد مقلب. بس الكواليس بقى، اما سافرنا احنا صورنا في ابو ظبي لمده شهر او اكتر كمان، فانت اما تتجمعوا غير بره غير في مصر. في مصر انت بتبقى كل واحد بيخلص يروح بيته، لكن في السفر انت بتبقى قاعد بتخلص بتروح برده تقعد مع اصحابك في الاوتيل، فطول الوقت انتوا مع بعض. فلا يعني بص ده اكتر مسلسل متهيألي انا قعدت مع ممثلين فيه، يعني احنا كنا قاعدين مع بعض فتره طويله جدا، بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبنسافر مع بعض. فلا كواليس كانت كتيره صراحه، وكواليس كلها كانت لطيفه صراحه. يعني الغنى بقى انا صوتي وحش جدا، يعني ممكن اسمعك دلوقتي وتبسط قوي. لا بص هقول لك على حاجه، في كده مثلا عندنا يقول لك ايه، صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق. فانا بشوف ان الكلام ده يعني مش عايز اقول، مش عايز احكم على حد اقول صح ولا غلط، بس انا ابويا الروحي وعشقي الكينج محمد منير، وانا منير يعني زي ما يقولوا كده ساهم في تربيتي. يعني انا عاشرت منير من زمان جدا، وكنت بقعد اسمعه واشوفه بيتكلم ازاي واخد من خبرته. فمره رحت سالته قلت له انا همثل، انا كنت بدات الاول الفايركس وبعد كده دخلت تمثيل، وانا خايف ان انا اقصر وسمعت موضوع صاحب بالين كذاب وثلاثه منافق. فقال لي حاجه عمري ما انساها، قال لي صلاح جاهين استاذ الكبير كان بيكتب وكان بيلحن وكان بيالف وكان صحفي، كان متعدد المواهب. هي الفكره ان انت تكون بتعمل حاجه بجد بتحبها، ما تكونش بتعمل حاجه للشهره، ما تكونش بتعمل حاجه للفلوس، بتعمل حاجه من جواك، ربنا مديك الموهبه. فما دام ربنا مديك الموهبه ما ينفعش تسيبها، كمل. هتيجي على نفسك شويه انت كبني ادم، بس بجد انا هقول لك على حاجه، مثلا انا اكلمك عن حاجه في شخصيتي. مثلا في ناس كتير جدا بتستمتع بحاجات كتيره جدا، يعني ممكن واحد يستمتع ان هو يجيب ساعه حلوه، في ناس تستمتع انها تخرج خروجه حلوه، في ناس تسافر سفريه حلوه. انا استمتعي بجد في شغلي، يعني انا في عز تعبي لما بدخل امثل بكون مبسوط جدا، في عز تعبي بطلع على الستيج اعمل الشو بتاعي ببقى مبسوط جدا. فربنا مديك الموهبه وانت بتتبسط بيها، فخلاص طلع اللي عندك، لان انت في الاخر انت مش بتخترع، ده ربنا مديك الحته دي، هي الفكره في كده. فلا يعني انا بشوف ان اي حد عنده موهبه واثنين وثلاثه، اهم حاجه ان هو ما يضحكش على نفسه، يعني يشوف اللي حواليه ايه رايهم، رد فعلهم في اللي هو بيعمله، لو عنده اكتر من حاجه يشتغل عليها وربنا يوفقه يعني. فانا بعمل الفايركس وبعمل التمثيل وبكتب، انا بكتب حاجات كتيره، يعني معظم الادوار اللي انا عملتها كان اساتذه كبار المؤلفين والمخرجين استاذنتهم ان انا اقول وجهه نظري في حاجات، ففي حاجات كتيره انا كنت مشارك فيها وبكتب. عندي حاجات بقى، عندي حاجات انا كاتبها بنفسي، فانا بحب كمان التاليف والكتابه، بس كلها حاجات ليها علاقه بالفن. يعني بص هقول لك على حاجه، الكوميديا، ما هي ده اللي انا قلته في الاول، الكوميديا في وجهه نظري ليها، اللي هي الكوميديا الفارس اللي انت بتقول على طول الافيهات والكوميديا على طول زي اساتذه كبار موجودين، وفي كوميديا تانية اللي هي البلاك كوميدي. البلاك كوميدي اللي انت من الموقف بتضحك، وده اللي انا بلعب عليه طول الوقت، انا بحب كده، يعني بحب ان ما اقولش كوميديا للكوميديا، لا هو الموقف بيكون متالف كويس ومكتوب كويس وتبدا انت تراجعه كويس منه يطلع كوميديا، اللي هي زي ما قلت لك استاذ عادل ادهم واستاذ توفيق الدقن واستاذ محمود المليجي، وده مش موجود دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي معظم الحاجات بتبقى كوميديا قوي او شر قوي، لكن يبقى انت ماسك الخط من النص. انا بشوف بقول لك هي المشكله ان احنا شعب دمه خفيف، فعشان تبسطه او تضحكه او تخليه بس يبتسم لما يشوفك ده موضوع صعب قوي، فما تستظرفش، شوف انت تقدر تعمل ايه واعمله. انا شايف الحته اللي انا بقدر اعملها اللي هي الكوميديا اللي هي البلاك كوميدي، ممكن طبعا يبقى في حاجه قريبه فيها حاجه ليها علاقه بالخط اللي انا بعمله واتمنى ذلك، بس انا مش فكره البطوله. انا بشوف اي عمل في الدنيا هو عمل جماعي، خصوصا التمثيل هو عمل جماعي، وانك تبقى حواليك ناس وانت واحد من ضمن مجموعه بتعمل عمل محترم هو ده الهدف، لكن مش الهدف انك بطوله وانا الاوحد وانا رقم واحد. لا انا مش بشوف ان انا يعني ان انا حلمي ان انا مثلا ابقى انا البطل الاوحد، لا خالص، بالعكس انا احب ان انا ضمن البوكيه، لان انت ما بتقعد تتفرج العيله عامه في البيت او في السينما، انت بتحب احمد وحد بيحب منه وحد بيحب حازم وحد بيحب طارق، كل واحد بيحب حد، فهو ده النجاح، ما يبقاش البطل الاوحد موجود. وده حصل دلوقتي، يعني انت بتشوف كل الافلام دلوقتي وكل المسلسلات ما فيهاش واحد بس، ده فيها ناس كتير جدا وناس بتتعلق بكل واحد على حده، فانا بشوف ان هو ده النجاح صراحه. السينما الناس بتنزل من بيتها
وهي قاعده في التكييف وبتاكل وبتشرب، تنزل تروح السينما عشان تدفع لك فلوس، فده نجاح رهيب جدا. وفي نفس الوقت الدراما الناس قاعده في بيتها وانت بتدخل عليهم، انت مش مجبر عليهم، بس وانت قاعد داخل لهم، فانت داخل لهم يعني مش عامل اي مجهود عشان تتفرج عليك، فده نجاح وده نجاح. بس السينما موضوع تاني، السينما بينزل وبيدفع لك فلوس عشان يشوفك، فانا بشوف ان نجاح السينما طبعا اقوى بكتير، طبعا موضوع مختلف تماما. وشغلت مسرح، انا كمان عملت مسرح طبعا، عملت مسرحيه اسمها سكه سفر مع الاستاذ وليد طلعت في الجامعه الالمانيه، كانت مسرحيه عظيمه جدا وعرضناها على سفير وعملت نجاح قوي جدا. ده بقى رعب، يعني المسرح ده بقى رعب، اللي انت بتاخد رد الفعل وانت واقف على خشبه المسرح زي الفاير ويكس كده، وانت واقف بتاخد رد الفعل على طول. فهم ثلاثه غير بعض، بس كل واحده فيهم ليها مميزات غير الثانيه. يعني انا حلم السينما، انا بعشق السينما، يعني انا وانا صغير انا فاكر ما فوتتش لثلاثه افلام وانا صغير، كان استاذ عادل امام واستاذ محمود عبد العزيز واستاذ احمد زكي، الثلاثه دول بجد كنت بروح اي فيلم ليهم، يعني مفيش فيلم ما كنتش بحضره. فانا بعشق السينما طبعا، انا بموت في السينما، بس اول ما بيبقى في حاجه كويسه طبعا فورا، يعني بشرف لاي حد يعني. لا اصلا مش بقدم الشرير صرف، يعني انا بقدم الشرير في اطار كوميدي شويه، فلا هو مش شرير قوي ومش هتحس، بس ما حدش هيجبرك على حاجه في الاخر، انت بتعرض عليك عمل بتوافق او بترفض، بس على حسب ما هو. برضو انا بقول لك الحكم على الشخصيه مش من خلال الشخصيه، من خلال اللي بيحصل حواليك. يعني مثلا ادم، مثلا مسلسل ادم اول حاجه بدانا بيه كان في دور سيف الحديدي ماجد المصري، الدور ده متهيألي لماجد تحول رهيب ونقله في حياته غير طبيعيه، وكان شر صح. فهي الفكره ليه بقى هو نجح؟ عشان اللي حواليه، كان في تامر حسني وكان في احمد زاهر وكان في مي عز الدين وكان في دره وكان في عمل كبير، يعني الموضوع كبير قوي، لكن هو لوحده كان ينفع ينجح؟ لا. فانا مش بشوف ان الدور شر او كوميدي او اي حاجه، لا المهم العمل كله عامل ازاي. يعني قبل ما اجي كنت بشوف كومنت كده لمحمد صلاح على موضوع امبارح لما كسبوا 4 وما كانش بيحتفل، وكان زعلان ان هو يعني بيتقال، يعني انا ما اعرفش ان ده على لسان محمد ولا لا، بس بيتقال ان هو عشان الضغط اللي كان عليه حصل. هو رد لطيف جدا، قال لك مش مهم انا بجيب عدد الاجوان اللي بجيبها قد ايه، المهم ان انا بشارك مع الفريق في ان الفريق يكسب. هي دي الفكره، هي اي عمل هو عمل جماعي، فانت ما تبصش انت دورك ايه ونجح ولا لا، يعني انا مش هفرح لما دوري يكسر الدنيا، لا العمل كله لو ما نجحش يبقى انت كده ما عملتش حاجه. هي دي الفكره. بص هقول لك على حاجه، اكيد اي شخصيه انا عملتها انا بحبها، لان انا بقول لك انا بجد نعمه الاختيار، ان يكون عندك الاختيار ده دي نعمه كبيره جدا، فانا ما بختارش حاجه ما اكونش حابها، لازم اكون بحبها، كل ادوار بكون بحبها. بس اكتر دور طبعا ومعلق معايا بقول لك قريني، هو السالك. السالك ده قريني، انا بمشي في اي حته سالك السالك السالك، يعني يمكن ما يبقاش في احمد عصام في السالك، وتلاقي سواق تاكسي بيرفع سالك، يعني السالك ده. وانا دلوقتي بفكر في حاجه للسالك، يعني بفكر وبدات اكتب حاجه للسالك، مش عايز احرقها، بس يعني دي اكتر شخصيه فعلا علمت مع الناس، اما الناس كلها تقول سالك فاكيد ده علم مع الناس الشخصيه دي، فده معلمت على الناس. انا بشوف انك لازم تستغل ده، يعني لسه كنت بشوف من كام يوم روكي كان بيتكلم بيقول لك دي اكتر قريني، اكتر شخصيه نجحت معايا وعمل منها 7 اجزاء، فمش عيب ان انت شخصيه تنجح لك وتفضل مش تكررها، بس تستغلها باسلوب نجاح تقدمه للناس بطريقه ثانيه. بص ما هو ده اللي بقوله لك، اللي هيتاثر في الاخر البني ادم اللي هو احمد عصام. يعني انا ممكن حياتي الشخصيه شويه انا مش متواجده، يعني مش مثلا هتلاقيني بسهر في مكان، مش هتلاقيني بخرج، مش هتلاقيني بسافر، حتى لما بسافر بسافر عشان اشتغل، يعني فطول الوقت انا بشتغل، طول الوقت انا بشتغل لغايه ما بنام واول ما بصحى انا بشتغل، فده هياثر عليك انت كبني ادم. لكن كشغل لا، وانا قلت لك الاول انت ما دام بتحب اللي بتعمله وهتجتهد فيه اكيد ربنا هيكرمك، يعني لكل مجتهد نصيب. فانا بحب الفاير ويكس وبحب التمثيل وبشتغل على ده وبشتغل على ده، ممكن لو كنت ركزت في حاجه واحده اكيد كان الموضوع هيبقى خطوات النجاح اسهل اسرع، لان لما تركز في حاجه واحده غير ما تركز في حاجتين. بس خلاص انا مبسوط وراضي، يعني نعمه الرضا دي اهم حاجه، انا راضي جدا باللي انا بعمله والحمد لله ان الناس راضيه على اللي انا بعمله، دي اهم حاجه. ده حاجه عظيمه، تاني مش عايز اقول مش هتتكرر تاني، بس على الاقل لغايه دلوقتي هي ما جاش زيها، يعني هو ما جاش زيه، الراجل مشرف مش مصر بس، مشرف العرب كله، وحاططنا في حته كده. يعني انا لسه كنت جاي من السفر الاسبوع اللي فات ونفس الكلام برده، في كل حته اروح يقولوا محمد صلاح، مو صلاح، يعني هو الراجل بجد عمل لنا حاله من السعاده عند الناس، الناس بقى بتحبنا بره جدا جدا، او طول مصري يقول لك محمد صلاح اهلاوي ولا زملكاوي، مش لازم بقى عشان الناس ما تزعلش، يعني خلينا ولا انتوا عايزين اقول انا اهلاوي صراحه، يعني انا اهلاوي، بس انا
ما عنديش مشكله لما بيبقى في ماتش للزمالك بقعد اتفرج واتبسط يعني. انا مش متعصب خالص، بالعكس يعني. يا رب يكسب. بص احنا مش عايزين، بس عارف انت بتحط طموح كبير قوي يعني. مثلا موضوع محمد صلاح، الناس حطت طموح جامده جدا في متخيل ان صلاح هيجيب كل ماتش 20 جول. لا يعني هي الفكره كلها ان انت بتتفائل، بس ما تخليش التفاؤل بتاعك اوفر، عشان لما يحصل عكس ما تصدمش وتبدا تقلب على الناس. يعني المشكله انت بتقلب على الناس لما يحصل عكس. طب ما اي حاجه في الدنيا فيها مكسب وخساره، اي حاجه في الدنيا فيها نجاح وفيها فشل. ما يعني عمر ما يبقى فيه نجاح من غير ما يبقى فيه فشل، اهو يعني ده الطبيعي. فاعتقد يعني يا رب روح ابو تريكه تجيلنا كده ونكسب باذن الله. انا بدأنا انا حياتي كلها بالصدفه، مش التمثيل بس، انا كل حاجه في حياتي بالصدفه يعني. مفيش اي حاجه في حياتي انا رتبتها يعني. لو عملنا انترفيو بعيد عن هنا، انا حكيت لك بس الفاير ووركس ده جه ازاي ولا التمثيل جه ازاي، كل حياتي كانت صدفه. حتى انا دخلت جامعه القاهره كليه التجاره، ده برضو بالصدفه يعني. انا حياتي كلها بجد كانت صدفه. كنت سالت كل حاجه كانت بالصدفه. لا ده موضوع كبير قوي يعني، اقعد احكي لك كتير قوي. بس يعني انا فعلا حياتي كلها بالصدفه. بس حته راضي او مش راضي، انا بعمل اللي عليا. الرضا اكيد بيجي من عند الناس، اما الاقي الناس مبسوطه برضى عن اللي انا عامله. لو الناس مش مبسوطه اكيد ببقى متضايق، ببقى كان نفسي اقدم حاجه. لان انا بقول لك انت بتعمل حاجه للناس، لما الناس بتبقى مبسوطه انا مبسوط، لو الناس بتبقى زعلانه اكيد ببقى متضايق يعني. لكن انا ما اقدرش اقول لك انا راضي او لا. بس انا في الاخر خالص حبيت الادوار دي ودخلت عملتها وانا بحبها، مش مجبر على اي حاجه ولا مستني شهره ولا مستني فلوس. انا حبيت السلك، انا حبيت مجاهد، انا حبيت الشخص يعني. بص اقول لك على حاجه، التمثيل فيه ميزه عظيمه جدا. كلنا ممكن بنشوف اشخاص موجوده في الحياه وما تقدرش تكون انت يعني. مثلا تشوف واحد صايع قوي بس تشوف من كتر الصياعه تقول يا ابن اللذينه، بس ما ينفعش تبقى انت كده. او واحد نصاب قوي بس فهلاوي، يا ابن اللذينه ازاي عملت كده. الكاميرا والادوار هي اللي ممكن تعمل قدامها كده، فبتطلع على الشخصيات اللي انت حبيتها. واحنا كلنا كل جوه واحد فينا شخصيات كتير قوي يعني. انت اكيد بتعامل عندك في البيت بطريقه، وبتعامل صحابك بطريقه، بتعامل سواق التاكسي بطريقه، وبتعامل كل حد. فدي اشخاص جواك كتيره جدا. النعمه بقى اللي ربنا اداها لنا في التمثيل انك بتطلع الاشخاص دي قدام الكاميرا. الشغل ان انا الناس مبسوطه يعني. انا ما في التمثيل لما بسمع الاراء الناس والناس مبسوطه، دي اكتر حاجه بتسعدني طبعا. طبعا بقول لك انا كل يوم قبل ما اروح، حتى لما بكون تعبان وعايز انام، لا اقعد اقرا الناس بتقول ايه. ده رقم واحد. لما بروح اعمل حفله والناس تبقى مبسوطه والناس تقعد تقول عليك كلام كويس، طبعا. اما بروح اعمل فرح وعريس وعروسه يبقوا مبسوطين منك جدا ويقول لك انت حققت لي حلمي يعني. انا فاكر اخر فرح عملته اللي هو الزميله العظيمه الاستاذه شيماء سيف القمر، اللي انا كتبت حتى عندي على الانستجرام انا عملت افراح كتيره جدا. بس بصراحه اول مره اشوف فرح الناس كلها رايحه بحب، مش رايحه مجامله يعني. احنا معظمنا لما بنروح افراح بتروح بس عشان الناس ما تزعلش، لكن بجد انا شفت حاله حب بفرح شيماء غير طبيعيه. فده دليل انها قلبها ابيض وجوزها كارتر طبعا ناس محترمه وناس طيبه. فشيماء وهي بتلعب معايا في الشو قالت لي كلمه عمري ما انساها، قالت لي انا كان حلم عمري ان انت تدخلني الفرح، ان انت تعمل لي الانترنس الانترو بتاع الفرح. فده بقى بص ولا يساوي اي حاجه في الدنيا، ان انت تبقى سبب لسعاده حد يعني. هو ده اللي بيرضيك وده اللي بيخليك تكمل صراحه يعني. احنا بجد في اي حته بتسافرها في العالم، احنا عندنا عظمه كتير يعني، واجيال كتير وناس عظيمه كتير. فانا مش قادر اقول اسامي لان كتير جدا. استاذ عادل امام يعني، هقول ناس كتير جدا يعني. انا طبعا محظوظ ان انا مثلت، برضه انا مثلت مع اساتذه كبار يعني. انا اول ما بدات مع اخويا وحبيبي وببارك له طبعا، تامر حسني على ادم ابنه ربنا يخليه له يا رب. فاول ما بدات مع سوبر ستار مثلت مع تامر حسني، فده وفر عليك مشوار كبير. برضه انا اول ما اشتغلت في فاير وركس اشتغلت مع الكينج منير، فده وفر عليا مشوار كبير يعني. برضه انت بتشتغل مع اسامي كبيره، ده بيوفر عليك كتير. اشتغلت بعديها خطوط حمراء مع حبيبي السوبر ستار برضه احمد السقا، فده برضه كان عظيم. وبعد كده عملت لا يعني معظم الحاجات اللي انا عملتها كان فيها ناس بجد محترمه وناس كبار وناس عظيمه. فنفسك تمثل مع مين؟ لا ناس كتير. هقول لك مين يقول لك بدون القاب يعني، استاذ عادل امام واحمد حلمي احمد عز، ناس كتير جدا عندنا مواهب غير طبيعيه. الواحد يتشرف ان هو يبقى واقف جنبهم ويمثل معاهم يعني. انا السوشيال ميديا علاقتي بيها، انا بحب الانستجرام جدا وبستغل السوشيال ميديا في كده صراحه يعني. بستغل بقعد اتفرج بره ايه اللي بيحصل، بشوف ايه بره ايه اللي بيحصل، بسافر بره بشوف ايه اللي بيجرى. ده مهم قوي يعني. يعني مش عايز الناس تستغل السوشيال ميديا بس في انك تتفرج على حد وتنقده او تقول عليه كويس او وحش. لا، في حاجات كتير جدا ممكن نتعلم منها من السوشيال ميديا وتفيدنا يعني، كل واحد في مجاله يعني. يعني بص، ما هو ده اللي انا بقوله لك، ان في الاخر خالص حتى لو حد عايز ينقد يعني، لو في نقد قوله لي انا ما عنديش مشكله على فكره يعني. لو في حد بينقد قول لي انا ما عنديش اي مشكله خالص.
بس طبعا كل الناس اللي اتكلمت دي فوق راسي، واتمنى ان انا افضل عند حسن ظنهم. انا دلوقتي بعمل البيت الكبير النهارده، اول يوم كان تصوير مع استاذ محمد النقلي، وربنا سهل احتمال في سينما، ربنا سهل. مش يعني انا ما بحبش اتكلم كتير، عارف ان هو ايه، عشان الموضوع يحصل بس وقريب باذن الله اكيد هبقى انا وتامر مع حاجه. اصل تامر ده اخويا، ده فعشره العمر، فاكيد هنبقى مع بعض في حاجات كتير. عندنا حفله كمان يوم 9 في الجامعه الامريكيه، يكون هو رجع فباذن الله اول حاجه نتقابل فيها الجامعه الامريكيه باذن الله. بص انا في المدرسه وانا صغير كنت هادي على عكس الطبيعه دلوقتي، يعني انا وانا صغير في ابتدائي وحاجات كده كنت هادي، بس ثانوي طبعا دخلت بقيت الموضوع بقى شيطان. طبعا كوره، انا بحب الكوره جدا وبلعب كوره كتير جدا، فكنت ممكن اضحي باي حاجه عشان خاطر الكوره، يعني الكوره كانت اهم حاجه عندي صراحه. الجامعه ما عادش فيها كتير عشان من انا بشتغل من وانا في ثالثه ثانوي او من ثانيه ثانوي كده، قررت ان انا اشتغل، بدات اعمل حاجات كتيره جدا جدا يعني بتعمل. بص ابويا يعني والدي خلانا احنا الثلاثه، سكت انا ولا محمد ولا عبد الهادي اخواتي الثلاثه، بنعتمد على نفسينا من واحنا صغيرين، هو غرس جوانا ده. فانا من وانا صغير جدا بشتغل، فيمكن من اولى ثانوي ومن ثانيه ثانوي بدات اشتغل. اللي استمتعت بيه قوي الفتره استمتعت فيها هي ابتدائي واعدادي، وكانت لطيفه يعني ما كانش فيها شقاوه اوفر، بس كان كلها كوره، يعني اهم حاجه الكوره. يعني انا فاكر موقف دلوقتي من كتر ما انا بحب الكوره، وخدوا مننا الكوره في المدرسه ومش عايزين خلاص مفيش كوره، فجبنا زلطه لعبنا بيها، فحد شاط فيها الزلطه لغايه دلوقتي، الزلطه معلمه في رجلي في الحته دي، انا يعني لغايه دلوقتي الحته دي من الزلطه. فانا كنت بحب الكوره جدا، وكنت يعني اي وقت اخلص مدرسه اروح، عارف ان زمان احنا صغيرين كنا نلعب في الشارع، فكنت تحط الشنطه بتاعتك عارضه وتلعب في الشارع بهدوم المدرسه، فدي اكتر حاجه كنت يعني بتبسط بيها صراحه وانا صغير، هي لعب الكوره يعني.